السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح حبايب، عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو حلو قوي عن نفسي انا عاملاه، عن حب ليه ابي رجعني لسنين فاتت، والعملة اما كنا بنصرفها بجد كان فيها خير وفيها بركة حلوة قوي قوي. يعني اول حاجة هنقول عليها، اضعف حاجة في العملة دي كلها، اللي هو ان كنا نقول ايه، 5 قروش او شلم، يعني ده شلم تمام. بعد ما عملوا 5 قروش دولت او الشلم اللي هو الورق ده، يعني ده كان سنة 2008، كان سنة 2008 تمام. فده كان بيجيب مثلا 5 ترغيفة، كان يجيب ب5 سخفلاف، كانت يعني يا سلام تاكل وتشبع منها، وممكن نفرين ياكلوا منها. طبعا بعد ما حبوا ان هم يعملوه معدن، طلعوا الشلم ده اهو. بس يعني تشوفوا تحس فعلا بالسنين فاتت وعدت كده ازاي، مش عارفة تمام. 5 صاغ اهي، او شلم، يعني شلم يا 5 صاغ، 5 قروش يعني. كان يجيب برضو، كان كنت تلاقي الشلم ده كان يتشال ضمن الفلوس، انما دلوقتي العيل لو شافه بياخده ال1/4 جنيه او نص جنيه، يقولك يجيب ايه دلوقتي. ده ال5 قروش او الشلم. نيجي هنا ل10 صاغ، ال10 صاغ دي كانت تجيب ممكن رغيف كان بشلم، كانت تجيب 20 رغيف، او ممكن تجيب 20 رغيف، 10 صاغ دي برضو كانت 2008 برضو، بس قديمة يعني قوي تمام. هنا ملهاش 10 صاغ معدن، ما مش معايا يعني. انا بقى ال1/4 جنيه اللي هو 25 قرش، ده كان بيجيب برضو، يعني كان ممكن تنزل تجيب 5 ترغيفة بشلم، وتجيب 10 سخفول و10 سخفلافل، وكذا نفر ياكلوا فيه. سبحان الله والله، اللي دلوقتي مرميين يعني، 1/4 جنيهات مرمية ولا حد بيبص لها، حتى الطفل مش بيبص لها. طلعوا منها المعدن اللي هو 1/4 جنيه ده، اكيد طبعا حضرناه كلنا دلوقتي ومن زمان طبعا طالع. ده 1/4 جنيه يعني، ال5 قروش او الشلم، ال10 صاغ، 1/4 جنيه تمام. هنا انا معايا الشلم المعدن، معايا 1/4 جنيه معدن. هنا بقى ده ايه، 50 قرش او نص جنيه. انا بقول لكم ده وبقول لكم ده تمام. ده كان بيجيب حاجات برضو، يعتبر نص جنيه. كان اما كان عيل يقول لك عايز نص جنيه، لا انا معيش نص جنيه. كان ماما انا عايز نص جنيه، لا كتير نص جنيه عشان تديه لطفل زمان كتير، لان نص جنيه هيجيب له حاجات كتير قوي قوي، فكان كتير ان انت تدي له نص جنيه. طبعا طلعوا برضو منه معدن هنا نص جنيه اهو، 50 قرش يعني. كان له برضو شنه ورنه، النص جنيه ده الجنيه اهو، الجنيه لغايه موجود، ممكن نلاقيه لغايه دلوقتي ده من الفلوس، بس ملوش قيمه يعني، ما فيش. وده من زمان اهو، متلزق ومتشال برضو مع الفلوس اهو، يعني ما حد برضه يشوفه كده يجيب يوم مصاصة. وطبعا الجنيه المعدن اللي هو اللي زي الجنيه اهو. فطبعا انا بحب قوي قوي اللي هو النص جنيه، ال1/4 جنيه، ال10 صاغ، الشلم، يعني كانوا جمال جمال كده، كان لهم حاجه كده جميله. بس كانوا ضعاف بس كنا بنشتري بيهم حاجات كتير والله العظيم تمام. طبعا هنا عندنا ال20 جنيه عارفينها، وطلعوا ال20 جنيه اللي هي الجديدة دي، اللي هي ضد المية، بس انا مش حباها والله، ما حباها خالص يعني، ما عرفش، مش عارفة متقطعة ولا اي حاجة، بس مش حباها تمام. معايا هنا ال10 جنيه برضو، طلعوا منها الجديدة اهي برضو، يعني مش عارفة لما اجي اطلعها من البوك او من الشنطة، مش عارفة ليه كده، مش حاسه ان هي مش فلوس، حاسه ان بمسك حاجه بلاستيك، وهي بلاستيك فعلا يعني. ف لان الفلوس دي بصراحه قيمتها هنا ال5 جنيه برضو مبقاش ليها قيمه ولا ليها اي حاجه اهي. انا مش عارفه حتى اعدل اهي، مش عارفه يعني. انا بصراحه كانت امي بقى الله يرحمها كانت معاها من الفلوس بتاع الزمان بقى، اللي هي المليم بقى ومش عارفه ايه، وحاجات كتير جدا جدا الواحد ما كانش مهتم بيها والله. كانت حاجة كبيرة كده، واترمت طبعا مع الله يرحمها ما توفت، اترمت.
فانا بقى لقيت دولت محتفظه بيهم حباهم، صعبانين عليا ان هم بتبص لهم كده وما حدش بيعبرهم، بس كنت حاسه ان هم يعني كانوا حلوين. اه والله كان العيل يقول لك انا عايز شيرم، تديله الشيرم ينزل يجيب بيه باكو بسكوت ومصاصه، ينزل يجيب بيه اي حاجه يعني، كان حلو. ممكن تجيب بيه رغيفين او 3 رغيفه وبالتلاته ساغ مثلا فلافل يعني، كان الساغ والحاجات دي كلها كانت بتجيب حاجات حلوه قوي قوي. فمعرفش انا حبيت بصراحه ان انا اعمل العمله دي، وانا هحتفظ بيهم طبعا يعني، هشيلهم برضو ذكرى كده، وهقول لاولادي ان هم احفادي يعرفوا يعني الشلم ده. الشلم ده جميل جدا جدا، بص بالرغم من صغر شكله، بس كان له حاجه كده، كان جميل. شلم ما يجيش هو دلوقتي ربع جنيه، يمكن اكبر منه هو الشلم. بص كان عامل ازاي اهو. فبصراحه عمله جميله جدا جدا اللي هي القديمه دي، فحبيت اوريكم. ولو حد طبعا بالنسبه للولاد اللي هم صغيرين برضو على اليوتيوب او كده شافوها، هيعرفوا يعني ايه هنا 5 قروش او شلم، هنا 10 ساغ. تمام، انا مش عايزه اطول الفيديو واقول لكم بقى كان مرسوم عليهم ايه. هنا المسجد مثلا عائشه، مسجد كذا. آه طبعا ورا هنا بيبقى لازم يحطوا الاهرامات خوف ومنقرع والكلام ده كله. مش عايزه اطول الفيديو. تمام، بس زي ما قلت ان هنا ايه 5 قروش او شالم، والمعدن بتاعها او ال10 ساغ ملهاش معدن معايا. اللي هنا 25 قرش او ربع جنيه. هنا ربع جنيه ده والله العظيم في كتير جدا مرميين في الشقه كده، وما بوصلهم كده ومحدش بيعبرهم خالص. هنا 50 قرشا او نص جنيه. هنا الجنيه طبعا ممكن يكون كله حضر دلوقتي يعني. ف اي حد معاه عملات من زمان دي احتفظ بيها، جميله يوريها لاولاده والاحفاده لما يكبروا كده يشوفوها ويعرفوا العمله زمان. ومش عارفه والله الواحد يعني، هو فيديو بسيط يعني، بس انا حباه وهنزله ان شاء الله يعني. مش هقول لا الفيديو ايه العمله والكلام ده لا طبعا. تمام، اشوفكم على خير حبايبي مع فيديو اخر ان شاء الله.